المشاكل اللي ممكن تواجهك وانت بتتعلم، في مشاكل كتير جدا ممكن تواجهك وانت بتتعلم، بس انا مؤمن انه اللي عايز يتعلم بيتعلم مهما كانت المشاكل اللي هتواجهك. المشاكل ممكن تكون حاجات كتير جدا، للاسف مش هنقدر في فيديو نلخص او نغطي كل المشاكل اللي بتحصل للناس اللي بتتعلم، بس ممكن نتكلم عن كام مشكلة وبيتكرروا مع ناس كتير يعني، واللي عنده مشكلة تانية ممكن يساهم معانا بيها يعني، نحاول نشوف حل ليها. لكن في العموم اللي عايز يتعلم هيتعلم بغض النظر عن المشاكل اللي بتواجهه. من المشاكل اللي بتواجه الناس انه يقول لك انا ما جبتش مثلا في ثانوية عامة المجموع اللي دخلني الكلية اللي انا عايزها، مشكلة كبيرة جدا بتواجه ناس كتير في التعلم. انا شايف ان هي مش مشكلة اطلاقا، لان انت ممكن تتعلم ذاتيا، لو انت عايز تتعلم حاجة هتتعلمها بغض النظر انت في كلية ايه او كده. حاجات كتير جدا انت لو اتعلمتها تقدر تشتغل بيها من غير شهاده جامعيه، فانت لو بتحب البرمجه مثلا ممكن تشتغل في البرمجه من غير شهاده جامعيه. لو بتحب الكهرباء ممكن تشتغل تعمل بروجكتس يعني روبوتس وكده من غير شهاده جامعيه. لو بتحب يعني اي حاجه، اي حاجه انت بتحبها انت ممكن تشتغل. بتحب الشعر، الكتابه، في حاجات ممكن ما تشتغلها، ما ينفعش تشتغلها من غير شهاده جامعيه زي الطب مثلا، بس تقدر تشتغل فيها في البحث العلمي لو انت بتحب البحث العلمي. يعني في عموما حاجات، اي حاجة ممكن تتعلمها من على النت اونلاين كورسز، او تتعلمها كتب، تقرا كتب، تتعلمها باي طريقة واللي انت عايزه. مشكلة تانية ممكن تواجه الناس مثلا ان هي بتكسل تتعلم، المشكلة دي هنشوف مثلا واحد حلها ازاي. لما ابتديت ان انا اعلم نفسي بعد كده ابتديت اخد حاجه اسمها اونلاين كورس، ازاي اتعلم الكورسات على النت موجوده من جامعه هارفرد واي ام اي تي والكلام ده كله. اللي حصل معايا ان انا ابتديت فجاه ان انا ما بنتظمش على الكورس، ما بخلصش اول باول، ابتديت ان انا اتاخر. بعد كده فكرت عن نفسي قلت ان انا لازم دايما اكون شايف الهدف بتاعي او الحلم بتاعي. انا نفسي مثلا اوصل ان انا اشتغل مثلا في مكان زي ناس، اشتغل في مكان زي جوجل. لو قعدت طول حياتي ان انا اكسل او كده مش هكمل. فدايما كان هدفي قدامي، وابتديت ان انا اخلص كورسات طبعا كتير، اربع خمس كورسات في الفيزيكس، في الاسترونومي، في الروبوتكس، في الانجلش، حاجات كتير جدا خلتني اكون شخص مؤهل، ابتديت ان انا اعدي المشكله اللي هي عندي. مشكلة تانية ممكن تواجه الناس هي انك مثلا معكش فلوس تكفي التعلم، او يعني انت عايز تتعلم بس مش هتقدر. برضه حلها ان تتعلم ذاتيا، يعني التعلم الذاتي متاح للجميع ببلاش، يعني مش شايف فيها مشكلة. مكتبات العامة في مصر جميلة جدا، مكتبة زي مكتبة اسكندرية، مكتبة مليئة بالكتب. الكتب دي متاحة للجميع باشتراك يعني حوالي 30 جنيه في الشهر، في السنة آسف، فيعني 30 جنيه في السنة ولا حاجة، تقرا وتتعلم اللي انت عايزه. مشاكل ممكن تواجه الناس في التعلم ان هو ما يعرفش يتعلم صح، بيتعلم بطريقة غلط، بيضيع وقت كتير على الفاضي، ودي بتتحل ان انت تاخد كورس زي كورس ازاي تتعلم، ازاي تتعلم، تفهم انه ازاي تتعلم بطريقة صح. في مشاكل كده ممكن تواجه الناس كتير تانية. لو عندك أي مشكلة حاول تحلها، حاول ممكن كمان تقول لنا ونحاول يعني نشوف حل معاك. بس ما تبطلش تتعلم، ما توقفش ان انت تتعلم. لما تبقى كل حاجة ضدك افتكر حاجة واحدة، ان الطيارة بتمشي على الريح.